سلام الله عليكم وأهلا بكم على إلى برنامج قناة الصحف، والذي يستعرض أهم ما تداولته الصحافة المغاربية هذا الصباح، ونستهلها بالصحف الجزائرية وباليوميات والجرائد الجزائرية، ومع يومية الجزائر التي ركزت على حدث الأسبوع وهو خروج شكيب خليل عن صمته، حيث تقول برأه سعداني واحتضنته الزاوية وتجاهله القضاء. حقوقيون يرسمون سيناريو نهاية قضية شكيب خليل، مما أجج ردود فعل أحزاب المعارضة. فكتبت الجريدة تصريحات مقري الذي قال أخاف على ثروات البلد من شكيب خليل، وجلالي سفيان حزب جيل جديد يقول النظام استطاع أن يصنع صورة جديدة لشكيب خليل. كما كتبت الجريدة حول رفض تجار الحليب للزيادات غير القانونية على المواطنين، وتذكر أن كيس الحليب يتراوح ما بين 30 و35 دينار جزائري. وحول مسيرة الكرامة التي أوشك الأساتذة المتعاقدون من إتمامها للوقوف بمقر وزارة التربية، تكتب الجزائر عن تذمر النقابات من موقف بن غبريط والذين الذي خلق يقولون فوضى في القطاع. آخر ساعة تهتم بمشكل البيروقراطية، حيث تقول أنه تسبب في منع الآلاف من التسجيل في مسابقة التربية لاشتراط الوزارة الشهادات الجامعية الأصلية التي تأخذ بدورها هي وقت طويل لاستخراجها من الجامعات. فيما تذكر الجريدة أن نقابة الكلا تقرر مساندة المدرسين المتعاقدين في مسعاهم الاحتجاجي، وتهدد هي الأخرى بمقاطعة البكالوريا. كما اهتمت آخر ساعة بالسردين وتقول أنه بلغ 600 دينار جزائري للكيلوغرام في عنابة، فيما يعرف الجمبري انخفاضا محسوسا. ومأساة أخرى تذكرها الجريدة بولاية سكيكدا، تكتب عنها أو تكتب عن وفاة 3 شبان، أو حيث لقوا هؤلاء الشبان مصرعهم غرقا في بئر بعين شرشار. إلى جريدة الخبر التي عادت لإرهاب الطرقات والفاجعة التي حلت بطريق تاغيت بولاية بشار، حيث توفي 11 شخصا من عائلة واحدة بعد اصطدام سيارتهم أو حافلتهم بشاحنة موال. كما عرجت الخبر للأزمة الجديدة التي انفجرت بين الرياض والجزائر بعد زيارة المعلم واستقباله من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. قضية خليل كانت هي الأخرى حاضرة في جريدة الخبر، ويقول العنوان جدل سياسي حول دور العدالة في القضية، شكيب خليل يحدث فتنة في الجلفة. إلى البلاد وحول قضية شكيب خليل تكتب أن يحيى ينضم إلى جوقة التمجيد، ويقول أن شكيب رجل دولة من طراز عال وتم التآمر عليه. كما لم تهمل الجريدة قضية الأساتذة المتعاقدون، وتقول أنهم يصلون بمسيرة الكرامة إلى الأخضرية. لسوار دالجيري الناطقة بالفرنسية تفتح ملف فضيحة أخرى لشركة سوناطراك الجزائرية، وتقول أن فيه صحفيين أمريكان وأستراليين بحوزتهم ملفات فساد، وعنوان عريض سوناطراك تنهار. وفي عنوان آخر نقرأ أن المعارضة تتجاوب مع خرجة شكيب الإعلامية، ويقول العنوان تحدي العدالة. كما يهدد الأساتذة المتعاقدون عبر عنوان آخر بإضراب عن الطعام إنهم منعوا من دخول العاصمة. ولمناقشة أبرز هذه العناوين معي بالاستوديو زميل صادق أمين الإعلامي. بعد الترحيب بك صادق، ربما الحدث الأبرز هو شكيب خليل، دائما الأمس تكلمنا عليه، قبل الأمس تكلمنا عليه، واليوم سنتكلم عليه. خرجة يحيى الأخيرة، هل هو ربما تنافس بينه وبين سعداني من يمجد أفضل شكيب خليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا الأخ عادل على هذه الدعوة. فعلا يبدو أن موضوع شكيب خليل يريد أن ينتهي على الأقل في الأجال القريبة،
وحيث انضم الى الجوق وانضم الى هذه الحمله التي تلمع او حمله تلميع السيد شكيب خليل، احد اشرس مناوئي سعداني. كما هو معروف سعيداني هو الذي بدا الحمله منذ زمان قبل حتى عوده شكيب خليل الى الجزائر، وهو الذي مهد ربما لعودته وانتقد بشده في الايام الاخيره أويحيى. ولكن هذه المره أويحيى غالط الجميع وراوغ الجميع وانضم ايضا الى الفريق الداعم والفريق الذي يلمع صوره وزير الطاقه الاسبق. زياره ايضا وزير الطاقه الاسبق الى مدينة الجلفة وبالضبط إلى إحدى زواياها هناك والتبرك بالأضرحة ربما أصبحت عرفا في القاموس السياسي الجزائري. فلست أدري هل هي كما نقول عندنا وعدة فوعد بها والآن ينفذها، أم هو سلوك يسلكه ربما حتى يتبوأ منصبا هاما في الدولة الجزائرية في المستقبل. لكن كتبت الصحافة وتقول أن برأه سعدان واحتضنه احتضنته زاوية وتجاهله القضاء. الآن الجميع يتساءل عن تجاهل القضاء، القضاء هو الذي اتهمه في الأول، لماذا لا يدخل شكيب خليل إلى المحكمة الجزائرية ويبرأ من هناك؟ لماذا تقوم هذه الزاوية بتبرئة شكيب خليل الذي لم يعرف زوايا طيلة حياته؟ فعلا وهذه هو المفارقة في الحقيقة في الجزائر، أصبحت هذه للأسف ممارسة نعرفها جميعا في الجزائر. هذه الممارسة دائما أن القضاء هو آخر من يعلم. فهذه القضية في الحقيقة هي قانونية بحتة، والرجل متهم وبراءته يجب أن تثبت وأن تكون عن طريق القضاء. هناك قانونيون يقولون بأن ثلاث طرق فقط هي التي تكون مخرج للسيد شكيب. القضية الأولى أو الطريقة الأولى وهي تجميد هذه المتابعة، والطريقة الثانية هي وجه انتفاء أو اختفاء وجه الدعوة، انتفاء وجه الدعوة، والثالثة هي ذهابه إلى القضاء ومثوله أمام القاضي ثم ينال البراءة أمام القاضي وبذلك تنتهي هذه القضية. ليس أو لم تطبق أي من هذه الطرق الثلاثة، الطرق القانونية الثلاثة، ولذلك ففي نظر الجزائريين عموما وخاصة المهتمين بهذا الشأن السيد شكيب خليل ما زال متهما ما لم يمكث أمام وما لم يقف أمام القضاء وتبرئه المحكمة. ولذلك فسابقة للأسف الشديد عكس ما يقول السيد شكيب خليل عفوا السيد سعيداني بأنه ينظر للدولة المدنية، وأعتقد أن الدولة المدنية المنشودة يجب أن تبدأ من القضاء وأن يسمح للقضاء بأن يؤدي واجبه كاملا غير منقوص. في هذه الحالة فقط نستطيع أن نقول بأننا فعلا تقدمنا رويدا أو خطوة نحو الدولة المدنية. لكن سمعنا بعض ردود الفعل لرؤساء أحزاب وشخصيات وطنية سياسية ما عدا التنديد وربما الشجب هنا وهناك، ما الذي يستطيع القيام به هؤلاء المحسوبون على المعارضة في نظرك؟ في الحقيقة يعني رؤساء الأحزاب هم دائما يقرؤونها قراءة سياسية، فربما ينظرون إليه كخصم سياسي قادم، ربما ينظرون إليه كتصفية حساب بين خصوم سياسيين، ولكن الأهم في كل هذا هو ضرورة أن يقول القضاء كلمته، ضرورة وقوف شكيب خليل أمام القضاء وثم وبعد ذلك تفتح له الفرصة إن كان بريئا تفتح له الفرصة في العمل السياسي، وإن كان مذنبا تطبق عليه قوانين الجمهورية. فالسياسيين من حقهم أن يتكلموا عن شكيب خليل كخصم سياسي، ولكن الذي يهم الجزائر والجزائريين هو تطبيق القانون على الجميع. فضيحة أخرى تفتحها لسوارد الجيري على سوناطراك وتقول أن سوناطراك
تنهار. صحفيين أمريكان وأستراليين لديهم ملفات ثقيلة حول فساد مسؤولين جزائريين تعاطوا الرشوة أو هم لديهم علاقات بملفات الفساد هذه. هل ستؤثر هذه الملفات إن هي كشفت في العدالة الدولية على قضية شكيب خليل في نظرك؟ أكيد العدالة الدولية تختلف عن العدالة الوطنية. فالعدالة الدولية لا أعتقد أنها تخضع لقرارات فوقية ولا تخضع لتدخل السياسيين في عملها، ولذلك فالعدالة الدولية سوف تكون لها تأثير كبير إن كانت لها أدلة مادية. فالعدالة الدولية لا تعمل بمقالات الصحف أو بفبركات كما يقولون، ولكن العدالة الدولية تعمل بملفات. إذا كانت هناك ملفات دامغة أدلة مادية تدين السيد شكيب خليل ومن معه أو ومن تعاون معه في قضايا فساد عابرة للحدود، فأعتقد أن هذا سوف يقضي على أي أمل للسيد شكيب خليل في العودة إلى الحياة السياسية على الأقل كلاعب رئيسي. ممكن يعود كوزير أو كمستشار أو مثل هذا القبيل، ولكن أن يعود كما يقول السيد سعيداني يجب أن يكون أو يتحصل على منصب أكثر من وزير، ونحن نعرف المناصب التي هي أكثر من الوزير هي فقط إما الوزير الأول أو رئيس الجمهورية. يعني في نظرك هل هم يريدون فعلا أن ينصبوه مكان بوتفليقة؟ لو ننظر إلى المنحة أو إلى مسار الذي اتخذه السيد عبد العزيز بوتفليقة عند قدومه أو في طريقه إلى قصر المرادية مرورا بزاوية أدرار، فأيضا وأيضا مرورا بالتهم التي لحقت السيد عبد العزيز بوتفليقة في عهد المرحوم الشاذلي بن جديد، وأيضا شكيب خليل يتشابه معه في هذه النقطة، ومرور السيد شكيب خليل على زاوية في الجلفة أيضا يتشابه ويتقاطع في مع مسار. لماذا شكيب خليل؟ هناك من يرسم سيناريو محاولة إطلاق يد فرنسا ومسك اليد الأخرى اليد الأمريكية بما أنه له علاقة وطيدة بالأمريكان، ألا تقرأ هذه؟ أعتقد أن شكيب خليل لا يحسب على جهة واحدة، ولكنه يحسب على القوى العالمية الكبرى، لأنه عمل طويلا وبنى علاقات متينة مع أمريكا ومع فرنسا وغيرهما. ولذلك فشكيب خليل كما يقولون بنى روابط وثيقة خاصة منها الاقتصادية مع دول كبيرة وحتى ربما مع لوبيات فاعلة في الاقتصاد العالمي. ولذلك ربما النظام الجزائري الآن ربما يحاول أن يلمع صورته حتى يستفيد من خبرته وحتى يستفيد من علاقاته الدولية. بما أننا نتكلم على العلاقات الدولية، زيارة المعلم إلى الجزائر واستقباله من قبل بوتفليقة تثير حفيظة الرياض والسعودية، وهناك من يقول أن بوادر أزمة في الأفق، أزمة كبيرة بين الجزائر والسعودية، كيف السبيل لتجاوز هذه الأزمة في نظري؟ أعتقد أن الأزمة موجودة بين الجزائر والسعودية منذ زمن، منذ أن عارضت الجزائر تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وأيضا في قضية اليمن الجزائر لها رؤية ولها طرح آخر يختلف عن طرح المملكة العربية السعودية. عدم انضمام الجزائر إلى التحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة العربية السعودية أيضا هذا نقطة خلاف أخرى، ولكن في ذلك الوقت كان الخلاف صامتا ولم يخرج إلى العلن. زيارة المعلم إلى الجزائر ربما هي القطرة التي أفاضت الكأس، وربما هي التي تخرج العلاقات أو الخلافات الجزائرية السعودية إلى العلن، وربما يكون لها انعكاسات لا أقول خطيرة ولكن لا تساعد الوضع العربي الراهن على إيجاد حلول مناسبة في أقرب الأيام. ما هي أبرز هذه الانعكاسات؟ انعكاسات خاصة وأن كما تعرف بأن الجزائر أصبحت تقريبا هي الدولة الكبرى في منظومة الدول العربية بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، فالواقع العربي لا يحتمل أو لا يحتمل تصارع بين
بين قطبين كبيرين في الجامعة العربية ولا يحتمل أيضا صراع المحاور. نلاحظ هنا جليا بأن الجزائر تتمحور إلى جانب سوريا وإيران، ومن خلالها إيران والمملكة العربية السعودية أيضا، وحتى النظام المصري أيضا يتخندق في الخندق السوري. ولذلك فالسعودية تجد نفسها مرغمة ومحاطة بربما قوى ضعيفة أو دويلات صغيرة في الوطن العربي لا تستطيع من خلاله مجابهة إيران، لأن العدو الأساسي والرئيسي للمملكة العربية السعودية في المنطقة هو الانتشار والتواجد الإيراني الكثيف ومدى تأثير النظام الإيراني داخل المجتمعات العربية، خاصة في لبنان وفي منطقة الخليج العربي والبحرين وكذلك اليمن. نعود إلى الجزائر ومسيرة الأساتذة المتعاقدين، هم على مشارف أم هم على مشارف العاصمة، ويقولون ويهددون بالإضراب عن الطعام في حالة عدم يعني تركهم المرور إلى العاصمة وإلى وزارة التربية، أين هم يعني ينوون مقابلة الوزيرة لطرح مشاكلهم. نعم. إلى أين ستمتد هذه عملية لي الذراع يعني؟ نعم، في البداية اسمح لي أن أوجه التحية لهؤلاء الأساتذة الذين طالبوا بحقوقهم ومشوا من مدينة عاصمة الحماديين من بجاية حتى العاصمة، يعني تقريبا 250 كيلومتر قضوها مشيا على الأقدام في ظروف مناخية صعبة، ورغم معاناتهم والبعض منهم يعاني من أمراض إلى غير ذلك، وهم أساتذة. فمنهم من قضى في ميدان التعليم تقريبا 10 سنوات، لا يعقل أن أحدهم، وسمعته قصة مؤثرة جدا حيث قال بأن التلميذة التي درسها أصبحت الآن أستاذة مرسمة وأستاذة كاملة الحقوق وهو ما زال متعاقدا، يعني من غير المعقول. نحن نعرف بأن في ميدان التعليم هناك عملية تسمى الترصيم، يعني عندما يدمج الأستاذ ليس فقط يصبح أستاذا كامل الحقوق، ولكن عليه أن يمر بمرحلة أخرى وهي مرحلة الترصيم، يعني يأتي المفتش إلى القسم ويرسم الأستاذ ويفتشه وينظر إلى كفاءته البيداغوجية، وبعد ذلك يصبح أستاذا مرسما أستاذا رئيسيا. النقابات الآن تتضامن مع الأساتذة المتعاقدون، وهم كذلك يهددون بمقاطعة البكالوريا. بن غبريت كانت ربما فرحة ومسرورة بإنجازاتها طيلة السنة، الآن ربما تحول هذا حلم السنة الدراسية الممتازة إلى كابوس الآن. صحيح صحيح، يبدو أن السيدة بن غبريت تحاول أن تمرر المشاريع التي في رأسها، وفي الحقيقة هنا لا ندري إن كان المشروع التربوي هو مشروع السيدة بن غبريت أو مشروع الحكومة أو مشروع حتى رئيس الجمهورية. في خضم هذه الانشغالات التي ينشغل بها الأساتذة بعيدين عن الموضوع التربوي الأصلي، لأن الآن الاهتمام كله منكب حول كيفية تحسين ظروفهم وكيفية إدماجهم إلى غير ذلك، ونسوا تماما موضوع الإدماج، ليس الإدماج ولكن موضوع المنظومة التربوية في حد ذاتها وموضوع البرامج. ولذلك فالوزيرة تحاول الاستعانة بخبراء فرنسيين وتمرر مشروع فرنسة المدرسة الجزائرية، ولذلك فهذه المشاكل يجب أن تحل بأقصى سرعة، والعودة إلى النظر إلى لب الموضوع لب القضية، ألا وهي ضرورة الحفاظ على المدرسة الجزائرية وإبعادها عن كل التجاذبات وكل الإيديولوجيات، لأن المدرسة هي الضامن الوحيد لمستقبل الجزائر ومستقبل الجزائريين كأمة واحدة موحدة. كارثة أخرى نعددها ضمن أعداد الهائلة من إرهاب الطرقات الذي حصد أرواح الكثير من الجزائريين، سواء بسبب السائقين أنفسهم وزيادات السرعات الجنونية التي يقوم بها هؤلاء السائقين، وكذلك تدهور الطرقات. يعني الآن مجزرة مرورية أخرى بمشار 11
عشر فردا من عائلة واحدة اصطدمت الحافلة الصغيرة بشاحنة موال، يعني أي متى يقف هذا الإرهاب؟ لا أعتقد للأسف الشديد، أولا نقدم تعازينا لعائلة الضحايا، وطبعا يعني هذه مأساة حقيقة، وأصبح فعلا إرهاب وأصبح يحصد العشرات من الأبرياء في مختلف مناطق الوطن، في شرقا في جيجل، وايضا غربا في مدينه غرب الجنوب الغربي في مدينه في قرب تاغيت ببشار. يعني القضيه للاسف الشديد لم تناقش بطريقه ولم تدرس بطريقه علميه، لم توضع الاسباب الحقيقيه وراء هذه الحوادث. صحيح كما تفضلت أن هناك تهريئة الطرق متهرية، هناك إفراط في السرعة، وهناك ربما بعض السائقين المتهورين، ولكن ربما هناك أشياء أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لو تسوق مثلا على أي طريق من الطرق الوطنية فسوف تجد أكرمك الله يعني قارورات الفارغة للخمور على منتشرة على حافة الطرقات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس تسوق، يعني نقص الرقابة وعدم تطبيق القانون. لو تلاحظ مثلا هنا في أوروبا عندما يوقفك الشرطي شرطي المرور، فأول شيء تخضع له هو قياس كمية الكحول في الدم، يعني هل أنت بكامل قواك العقلية أم لا؟ فهذه المقاييس التي يجب أن يخضع لها كل سائق وكل مستعمل للطرقات، لأن المشكلة ليست فيه فقط ولكنه يؤثر ويهدد حياة الآخر ويعرض صحيح. حياة الآخرين للخطر. شكرا جزيلا صدقة من الإعلام الجزائري، ونتحول بحضرتكم إلى الصحافة التونسية، ومعنا غفران الحسيني من هناك. أهلا بك غفران. أهلا زميلي عادل، تحية إليك وإلى ضيفك الكريم وكافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الشروق، والتي كان من أبرز عناوينها لقاء الديربي العاصمة بين الترجي والإفريقي، وكان ذلك تحت عنوان ديربي لا يقبل القسمة على اثنين، مصير للترجي حياة أو موت للإفريقي. كتبت الصحيفة أن الديربي قصة تاريخية ويكون أوسطها حلاوة وإثارة يصنعها اللاعبون، ونهايتها مجهولة تماما وهي في علم الغيب. الديربي حسب الصحيفة ظاهرة كروية تونسية مميزة تعبر بمثابة عن العرس الكروي في تونس، ويحظى بمشاهدة ملايين المشاهدين. وتابعت الصحيفة اللقاء الذي سيجمع بعد 10 دقائق تقريبا الترجي بالإفريقي، ومعتبرة أن الترجي ينافس على البطولة، أما الإفريقي فيحتاج إلى ترميم جراحه بعد النكبات التي عاشها خلال هذا الموسم الرياضي. نتحول الآن إلى موضوع آخر من الشروق، إقبال على أجهزة الحراسة وأجهزة المراقبة وتغير في سلوك التونسيين، مليار دينار فاتورة الإرهاب سنويا. كتبت الشروق أنه إضافة إلى صورته البشعة ومخالفته لكل قيم الإنسانية وزرعه للوحشية وسفك الدماء، يتسبب الإرهاب في تكلفة مادية جراء زرعه للشعور بالخوف والبحث عن حماية النفس والوطن. واعتبرت الصحيفة خلال حوارات مع رؤساء شركات لمراقبة إلكترونية، اعتبروا أن زيادة الإقبال على اقتناء معدات الحراسة والأمن قد ارتفع بنسبة تتراوح بين 20% و40%، في حين تكلف الدولة نفسها ميزانية حربية لمجابهة الإرهاب. فكتبت الشروق أن ميزانية الدولة تأثرت أيضا بالإرهاب نتيجة الشعور بالخوف من المخاطر الإرهابية، إذ ارتفعت ميزانية الدولة لسنة 16 و2000 بحوالي 7.3% لتبلغ 29 مليار دينار، تم تخصيص حوالي 20% منها لمجابهة الإرهاب لوزارتي الدفاع والداخلية. وقدرت تكلفة مكافحة الإرهاب في تونس العام الحالي بنحو 1.125 مليار دينار، ما يعادل 1.8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التونسية.
نتحول الآن إلى صحيفة الصباح، وفي موضوع له صلة كذلك بالإرهاب، إحباط هجوم للقاعدة بصواريخ ستينجر على تونس والجزائر. كتبت الصباح أن وحدة خاصة من مديرية أمن الجيش الجزائرية بالقرب من حدود مع تونس تمكنت خلال هذا الأسبوع من حجز سيارة ضبطت بداخلها وثائق سرية، إضافة إلى أجهزة التحكم في صواريخ ستينجر التي تم ضبطها بمنطقة الوادي والتي كان على متنها الإرهابي الجزائري الخطير كمال عربية واثنين من مرافقيها بكتيبة ما يسمى بالفتح المبين. وتابعت الصباح أن مصدرا أمنيا جزائريا كشف أن قوات الجيش الشعبي الجزائري عثرت خلال عملية تمشيط للمناطق المحاذية للحدود الجنوبية لتونس على سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا مخبأة تحمل رقما تسلسل لدولة ليبيا، بداخلها وثائق سرية تتعلق بمخططات إرهابية تستهدف هيئات رسمية ومقرات أمنية، إضافة إلى شخصيات في الجزائر وتونس. كما تم حجز 3 أجهزة إلكترونية رقمية خاصة بالتحكم في صواريخ ستينجر التي تم حجزها من قبل القوات الجزائرية. نتحول ختاما إلى صحيفة التونسية وتحت عنوان بين السبسي والمعارضة جزاء سينمار. كتبت الصحيفة متابعة لتوتر العلاقة بين الباجي قائد السبسي والمعارضة، معتبرة أن الباجي قائد السبسي أو حركة نداء تونس بعد وصوله إلى السلطة تنكر لحلفاء الأمس أو أصدقاء الأمس ضمن جبهتي الاتحاد من أجل تونس وجبهة الإنقاذ واعتصام الرحيل، وذلك بعد وصوله إلى قصر قرطاج، والدليل على ذلك ما جاء في تهجمات الرئيس الجمهورية الأخيرة على أحزاب المعارضة وخصوصا منها الجبهة الشعبية التي اتهمها مؤخرا بممارسة الإرهاب الفكري. واعتبرت التونسية عفوا أن هناك انقلابا على المعارضة، وذلك لأجل توسيع الصلاحيات، حيث قال رئيس الحزب الاشتراكي محمد الثاني للتونسية أن الانقلاب الذي قام به السبسي على أحزاب المعارضة ليس وليد اللحظة، بل وقع منذ مرحلة الانتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة، موضحا أن السبسي يسعى إلى إيجاد معارضة على المقاس، بمعنى أن تكون السلطة التنفيذية في موقع الأقوى ولا يكون للمعارضة أي دور. هذا زميلي عادل أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت اليوم. شكرا جزيلا لك زميلي غفران الحسيني، وننتقل بحضرتكم إلى ركن الكاريكاتير. في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.